أشهد أن محمد رسول الله. شفته قبل كده؟ طب وحشك؟ مشتاق له؟ أوصفهولك؟ طب غمض عينك. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد. كان وسيم قوي صلى الله عليه وسلم، وكان وشه مشرق وأخلاقه جميلة، وكان صلى الله عليه وسلم وشه فيه تدوير، وكان خده أملس وجبهته عريضة، وكان أبيض صلى الله عليه وسلم، بس وشه كان فيه حمرة كأنه شاب صغير. كانت عين النبي صلى الله عليه وسلم واسعة، وكان البياض اللي فيها أبيض قوي، وكان السواد برضو أسود قوي، وكانت رموشه صلى الله عليه وسلم طويلة، وكان أكحل من غير ما يحط كحل، وكان حجبه طويل ومقوس. كان أنف النبي صلى الله عليه وسلم فيه طول بسيط، وكان فم النبي صلى الله عليه وسلم واسع، وكان صوته فيه بحة كأنها بحة حزن، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أسود وناعم ومموج، وكان أغلب الوقت لحد أذنه، وكان ساعات بيطول منه فيوصل لحد كتفه. كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم لحية كبيرة وكثة، لدرجة أن الصحابي اللي كان يقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يلاحظ أن لحية النبي بتتحرك وهو بيقرأ في الصلاة. ولما مات صلى الله عليه وسلم كان في 20 شعرة بيضة في لحيته. أحد الصحابة سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو رأيت النبي رأيت الشمس. ولما سئل سيدنا علي رضي الله عنه قال ما رأيت قبله وما رأيت بعده. كانت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، وهو كمان كان طوله مثالي، ما كانش طويل قوي ولا كان قصير قوي، ولا كان مليان قوي ولا كان رفيع قوي. كان كتفه عريض وبطنه ملساء، كان جسمه رياضي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان اي صحابي كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل مجهود عشان خاطر يفضل ماشي جنبه. كانوا بيقولوا كأن الارض تطوى من تحت النبي صلى الله عليه وسلم. ام معبد وهي بتصف النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتقول إذا سكت علاه الوقار وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما في حاجة تضحكه كان يبتسم، ولما كانت حاجة تضحكه قوي كان يضحك حتى تبدو نواجزه وصف أسنانه كله يبان. وكان لما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم كان وشه يحمر كأنه الرمان، لون الرمان بالضبط، وكان لا يغضب إلا أن يعصى الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم متعاون جدا، وكان بيعمل حاجات كثيرة قوي بإيده، وكان لما يعمل حاجة فيها مجهود شوية ويبتدي يعرق، العرق يطلع على جبين النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حبات اللؤلؤ، وكانت ريحته أجمل من رائحة المسك، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي في طريق وصحابي يمشي وراه كان يعرف أن النبي سبقه من الرائحة الجميلة. سيدنا جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فجعلت أنظر إلى وجه النبي وأنظر إلى القمر. كل شوية يبص للنبي صلى الله عليه وسلم ويبص للقمر، ويرجع يبص للنبي صلى الله عليه وسلم تاني ويبص للقمر، يقول فإذا هو أحسن عندي من القمر صلى الله عليه وسلم. وحشك وحشك، نفسكم تكونوا بجد معايا يوم القيامة وفي الجنة؟ خليكم ماشيين وراه، خليكم ماشيين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هيقابل صنفين يوم القيامة، واحد هيقول له أمتي أمتي ويجي يشرب من حوض الكوثر، والتاني هيقول له سحقا سحقا لمن بدل وغير. واحد هيمشي على طاعة ربنا سبحانه وتعالى فربنا يجمعه معاه ويجمعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والتاني مش هيمشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. تفتكروا ربنا سبحانه وتعالى يساويهم الاثنين ببعض؟ اوعوا تكونوا من النوع التاني، اوعوا اي واحد فينا يكون من النوع التاني. عايزين نكون من النوع الاول اللي ماشي في طاعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يجمعنا ربنا سبحانه وتعالى بيه في الجنة. وخليكم عارفين ان اي طريق للجنة مقفول الا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. انه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء، رفقه بل للخلائق أجمعين،
للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين.